شنو الشيء اللي خسرته بسبب التسرع؟ أصدقائي أكثر شيء أخسرهم. مرات أكو عالم يعني أحبهم يحبون بسبب يعني التسرع أخسرهم كلش. توصل مرحلة تنسد باب الحوارات، وعندي صديق يعني صديق هيك عمر وحتى ضحى من أجلي بسبب التسرع، خسرته من 2015 لحد اليوم. أمانة والله عيابة. هذا يوم بادرت بالصلح؟ لا، أنا من النوع العنودي، أشوف مرات أشوف روحي ما خطأً ما راح أبادر. بس اوكي نحن حسب عيد. عندك رقم تليفونه؟ امانه والله لا متفق عليه ولا ابد. عندك رقم تليفونه؟ والله العظيم يمكن عندي ما ادري بس اشوف. الله عليك، اذا عندك رقمه سخابره وصالحه. والله لخاطرك استاذ محمد. ممكن انا اسولف وياه بالبدايه جزء ما يتقبل. بس خلينا نشوفه لان رقمه قديم يعني من 2015. اكيد اكيد موجود هذا الرقم. صديق عمرك هذا؟ صديق عمره والله. ما عندك رقمه؟ مغلق؟ مغلق غير معرف. شنو اسمه؟ مهند شاكر. مهند؟ مهند شاكر. وين ساكن؟ ساكن بالكوت. بالكوت؟ ابن ولايتي يعني. تحياتي لكل كل من الكوت. شنو تقول له؟ والله اقول له هو سوء الفهم اللي صار يعني ما يستوجب هيك زعل، وكل هاي السنين اللي احنا جافينا بعض يعني يعني ما يستاهل هذا الشيء. المفروض انت تبادر لان انا اشوف انت غلطت اكثر. صح انا يعني كابرت وهاي بس هو غلط. مشتاق له؟ والله مشتاق له، يعني دائما اذكره، دائما اشوف رقمه اذكره، اذكر المواقف الحلوه، المواقف الايجابيه وياي يعني وقفاته. انا كنت احب وحده من طرف واحد يعني بالمناسبه. ايه. كنت اداوم كليه الزراعه بال 2007 بسبب طائفيه تركتها. زين. فهو كان الانسان الوحيد الواقف وياي، ما اقدر احكي لا الاب لا الام لا هذا لا الاخ، بس اله. فهو الوحيد اللي صبرني. فهذا الموقف يعني الحدث اتذكره يعني احن اليه.